قناة مجان املي العين. في سجلات التاريخ المجيد أسماء لعظماء تعاقبوا واحدا في إثر واحد، أثلوا المجد وشادوا الفخار وصنعوا الإنجاز وتسابقوا في مضمار البناء، تكريسا للمثل السامية والفضائل الحميدة وجلائل الأعمال. أقوالهم وأفعالهم وآثارهم لسان ناطق وشاهد صادق على ما خلفوه للإنسانية من نتاج، وعطاؤهم العلمي والفكري والحضاري وما استبقوه للعالم الحي والأجيال الصاعدة من شواهد ظل نابضا بالحياة يتجدد كل آن وحين، يبعث أبدا نشره العاطر ويطوي بأنوار مشكاته سجاف الإهمال والجهل أو التجاهل والتضييع. فالسير الخالدة التي يصنعها الرجال وتنسج حلتها الوقائع والأحداث ويسطر عزمات كلماتها عبر الزمن السحيق جملة الأفعال العظيمة والمآثر الجليلة والقيم المشرقة والمبادئ الناصعة الراسخة رسوخ الجبال لا يمكن أن تمحى أو تذوب وتتماهى. في عمان يشخص عظماء أجلاء في الحق أشداء وإلى الخير والهدى أدلاء، نصبوا جهادهم وأفعالهم ونبل مقاصدهم وتوجهاتهم معلما للتضحية والفداء والإخلاص والوفاء. إذا ذكروا سجد البيان وتطامن وسلم القريض وآمن. في أمثالهم نزلت آي سور الكتاب العزيز الصادعات بقول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من أولئك الأماجد الخلص في العوائد والصابرين على النوازل والشدائد في التاريخ العماني الحديث الشيخ الجليل الأمير الصالح عيسى بن صالح بن علي بن ناصر الحارثي، قدس الله سره ونور بالألطاف قبره. من هو يا ترى ذلك العملاق؟ كيف كانت سيرته وما إسهاماته وجهوده وأدواره السياسية والعلمية في عمان؟ وإلى أي حد كان عطاؤه حاضرا في الأذهان ولدى الكتاب المنصفين؟ الشيخ الأمير عيسى بن صالح الحارثي شخصية سياسية عظيمة وعلمية بارزة في التاريخ العماني. والشيخ عيسى بن صالح طبعا بن علي يمتد نسبه إلى الشيخ راشد بن سعيد بن رجب بن راشد بن سالم بن محمد الحارثي، أحد قضاة الإمام سلطان بن سيف اليعروبي. و أما أبوه فهو الشيخ صالح بن علي الحارثي العلامة المحتسب الملقب بذي الجناحين، وأما أمه فهي سليمة بنت سعيد بن علي الصقري. والشيخ سعيد بن علي الصقري معروف بفقهه في الدين، فقد درس على يدي الشيخ عيسى بن صالح الفقه وعلوم الشريعة الإسلامية، ودرس على يد الشيخ خميس بن حويس الهنائي علوم العربية والنحو وغيرها، وأيضا درس على
يد والده الشيخ صالح بن علي، ودرس على يد الإمام نور الدين السالمي. وما يذكر أيضا من القصص الشهيرة التي وقعت بأن الإمام السالمي كان له درس تفسير، وهذا الدرس التفسير مشهور عن أنه يقيمه بعد المغرب، فكان يفسر قول الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، فكان يفسر كلمات ربي بمعلومات ربي. فأخذ عيسى بن صالح يسأله بعد أن كان يعني وهو طالب في ذلك العمر، يسأله عن كلمات ربي، أي بمعنى معلومات ربي، قال ممن أخذت هذا التفسير؟ فغضب الشيخ السالمي، الإمام السالمي، غضبا شديدا، وكان عنده عصا سوداء فأخذ يضرب بها الأرض ويقول إن لم يكن عن أحد أليس مقبولا عني. والشيخ عيسى بن صالح رحمة الله عليه يعني كانت له مساهمات كثيرة في المجتمع، ونبه عن أمور كثيرة في المجتمع العماني. من الأمور التي نبه عليها الشيخ عيسى بن صالح الحارثي قضية ترك الذبائح في عيد الفطر، وإنما على السنة أن تكون الذبائح في عيد الأضحى المبارك ولا تكون في عيد الفطر. والشيخ عيسى بن صالح الحارثي رحمة الله عليه كانت له قصص أيضا شهيرة، ومن القصص الشهيرة القصة المعروفة عندما ذهب إلى البحرين وقال له ملك البحرين بأننا بيكون عندنا سينما، يعني فيلم وكذا، وقال له الملك البحرين بأننا يعني السينما هذه ستتحدث عن طرب شداد، وتحمس الشيخ عيسى لهذا الموضوع. وعندما أتى الفيلم السينما زين وكانت تتحدث عن طرب شداد، كان في المقدمة موسيقى، كانت في المقدمة ماذا؟ موسيقى وكذا. فقام الشيخ عيسى بن صالح وقال لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنه ماذا هاله هذا الموضوع وخاف على نفسه وخرج، فخرج وراءه ملك البحرين. وما يذكر بأن الشيخ عيسى بن صالح لم ينم تلك الليلة بسبب هذا الأمر، فهذا يدل أيضا على تقواه وعلى ورعه الشديد في هذا الأمر. وكان على جهده قامت الإمامتي الإمام سالم بن راشد الخروصي وإمامة الإمام محمد بن عبد الله الخليلي، وكان له نفوذ كبير في عمان في تلك الفترة، وله القدح المعلى أيضا في السياسة والعلم والفقه في الدين. فجر 23 من شهر ذي القعدة سنة 1290 للهجرة، 1805 للميلاد كان الميلاد، وفي القابل تحديدا مسقط رأسه ومقر آبائه زعماء الحرف، نشأ وتربى في كنف ذلكم الولي الصالح الإمام المحتسب صالح بن علي بن ناصر الحارثي. والدته الرضية ابنة عالم ورع معروف، قضى جل حياته في نشر العلم النافع وإشاعة الفضيلة والخير بين الناس. أما جده الأبعد لأمه فكان من بيوتات البراون الكريمة ذات الشأن الكبير في التاريخ العماني والإفريقي على حد سواء، وأعمامه وبنو عمومته كلهم من أماجد القوم وعليتهم، قد التقت الحرث بعمائرها المختلفة في بيته الشريف وأرومته الزكية، فكان بحق خلاصة ما أفصحت عنه من صريح فيه وفي إخوانه الميامين، يقول شاعر البيان محمد بن شيخان في معرض ذكر بعض ما امتن الله به على والده الرضي الشيخ الولي صالح بن علي رضي الله عنه: وأيده المولى بأشباله فهم كرام المساعي أبطن الجود والكرم، فعيسى ربيع الممحلات وبهجة الحياة وبحر المكرمات وبدر تم، ولله عبد الله إن جاد أوسطا أغاث الورى واستأسر البهم كلبهم، وأحمد ذياك الخطيب
بمنبر المفاخر محمود المكارم والشيم، وأما علي فهو في ذروة العلا، علي غدا في منصب الفضل كالعلم، هم الماطر اللأوى، هم الناصر اللوى، هم القاصف الأغوى، هم الكاشف الأهم، بهم قد غدا في النائبات مؤيدا، وإن كان أمر الدين قدما به التزم. في هذا الجو المعبأ بالإيمان والسنن وعوائد الرجال الأقيال، وفي تلك البيئة المفعمة بالنجدة والحفاظ، وبين يدي ذلك العملاق الجليل مرجع عمان وقطب مملكة إمامتها، ووسط إخوانه المجاهدين الناهضين بأمر الدين، عاش علمنا المترجم له ودرج، تحوطه الألطاف الأبوية وتحنو عليه الرعاية الأخوية، وتحفزه قبل ذلك وبعده إلى معالي الأمور وجلائل الأعمال، المواهب اللدنية والصنائع الإيمانية والتأييدات الربانية. وفي مدرسة القابل الشهيرة تلقى العلم ونهل، وكسب الفضل وبذل، فقد لازم بادي الأمر والده الرضي قطب عمان، وأعلم أهل زمانه بالحلال والحرام والأحكام، ثم أخذ النحو والصرف والمعاني والبيان عن الشيخ خميس بن حويس الهناي، وأكب على التعليم عنده، ثم على نور الدين عبد الله بن حميد السالمي الذي كان من أخص تلامذته ومريديه وناصريه ومؤيديه. قام الشيخ عيسى بن صالح بعبء الإمارة بعد استشهاد والده، وسار في الناس سيرته المرضية، وكان استقراره بدست إمارته في الشرقية تحديدا سنة 1314 للهجرة، 1896 للميلاد. كان رضي الله عنه وأرضاه وجيها عند الناس لحسن سيرته، مقبولا لدى الخاص والعام، سخي النفس، جوادا كريما، مشهودا له بالفضل، يأمه المسترشد والمستنجد والمسترفد، جمع شعث المسلمين وحثهم على الاتحاد، وخرج بهم إلى نزوة لمبايعة الإمام محمد بن عبد الله الخليلي بعد وفاة سلفه الخروصي، واستطاع إخطاع معانديه وإرهاقهم وقهرهم. كان يقول الحق ويرد الباطل في وجه قائلي، وكان غفر الله له ملازما للاعتكاف، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، معليا شعائر الإسلام، كريما مضيافا لا يفقد بساطه الضيف. وله في التاريخ العماني الحديث وقائع ومواقف وبطولات تخلد ذكره. الشيخ عيسى بن صالح من العلماء الأفذاذ والقادة العسكريين المعروفين، فقد وهبه الله سبحانه وتعالى العلم والقيادة. ومما يذكر عن الشيخ عيسى بن صالح في جانب العبادة والتقرب إلى الله عز وجل، وكان كثير قيام الليل، لا يفوته قيام الليل ولا يفوته الاعتكاف أبدا، حتى قيل أنه في سنة من السنين اعتكف الشيخ عيسى بن صالح رحمه الله في المسجد، وتوفيت زوجته رحمها الله تعالى، فذهب الشيخ لإلقاء نظرة الوداع وتجهيزها والصلاة عليها، لكنه لم يذهب إلى المقبرة حتى لا يفوت الاعتكاف وسنية الاعتكاف في شهر رمضان. إن لله رجالا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا إليها فلما علموا أنها لجة، اتخذوا صالح الأعمال سفنا. وكان الشيخ عيسى بن صالح معروفا بشدته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جاء إلى الإمام الخليل رحمه الله فقال: أيها الإمام، أنت لا تغير المناكير. فتعجب الإمام من قول الشيخ عيسى بن صالح، قال له: الشيخ عيسى مو هناك، مو عندك الشيخ عيسى. قال له: أولا ابن أخيك يلبس خنجرا فيه ذهب، يلبس خنجر فيه ذهب، وهذا لا يجوز.
فالإمام رد على الشيخ عيسى بن صالح رحمه الله، قال له الشيخ عيسى هذا الولد صغير وبعده ما بالغ وما قاري عليه القلم، هات الثانية. قال له الثانية قبر الوالد صالح بن علي، مسوي اللي يقول له قص وانت يقول ما نهيت. قال له ما عندي خبر إلا من كلامك هذا، لكن إن شاء الله الشيخ عيسى أنخبرهم وسيزيلون هذا المنكر. وفعلا أزيل هذا المنكر، كما أن الشيخ عيسى بن صالح كان صاحب هيبة لا يستطيع أحد أن يتكلم في مقامه. مرة من المرات مر على الشيخ سعيد بن عامر الحجري في بدية ووجده يبني اسطوانة عند بابه، قال له سعيد بن عامر يقول كيف يقول أنت تسوي هذه الاسطوانة؟ يقول في الطريق زيلها. بعد ساعة رجع الشيخ عيسى بن صالح والقي فعلا قد أزال تلك الاسطوانة التي وضعها. والشيخ عيسى بن صالح قال يقول لو ما استعجلت، يقوله لأني أنا تذكرت أنه الشيخ نور الدين السالمي نوبة يقول مسوي اسطوانة يقول عند بيته والطريق واسع، لكنها استجابة إلى الحق، نوبة تغيير المنكر. مرة من المرات الشيخ عيسى بن صالح الحارثي رحمه الله جالس وقد شكوى من سناو إلى الإمام السالمي في القابل، قال الشيخ السالمي للكاتب يقول له اكتب الجواب على هذه المسألة أو اكتب الحكم على هذه المسألة. قال الشيخ عيسى بن صالح الحارث رحمه الله قال والله عجيب والله عجيب، ما لها يقول القضية يقول داخل سناو يقول ويحكم فيها داخل القابل، يقول المسألة يقول تحتاج نظر. يقول مرة يوم تكلم الشيخ عيسى قال الشيخ السالمي حال الشيخ سعود بن حميد بن خليفين، قال له هو كان جالس يكتب، قال له وقف وقف وقف. وفعلا الإمام السالمي ذهب إلى سيناو ونظروا في تلك المسألة. الشيخ عيسى بن صالح كان مقبولا لدى الخاصة والعامة والسلاطين والوزراء وغيرهم، وكانت له علاقات، حتى كانت له علاقات خارجية، حتى لما مرض وأراد أن يذهب للعلاج إلى البحرين، يعني فضل أنه يعالج في الإرسالية الأمريكية هناك في البحرين، والتقى بأمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى. هذا الطبيب يقول حال الشيخ عيسى بن صالح نريد أن نكشف عن جسدك، فالشيخ رفض قال مستحيل، كيف يقول تكشف عن جسدي؟ فالشيخ عيسى بن صالح خرج من عند الطبيب وذهب إلى أحد علماء البحرين وقضاتها، وكان صديقا للشيخ عيسى بن صالح وصاحب معرفة به، فقالوا جاي يقول له سألك سؤال، قالوا تفضل. قالوا تو يقول له يجوزي أنا يقول له أكشف عن جسدي عند الطبيب؟ قالوا الشيخ عيسى يقول له هذه ترى يقول له ضرورة، والضرورات تبيح المحقورات، وما شيء باس عليك يقول له إذا كشف عنك الطبيب للضرورة. وفعلا أجرى الطبيب عملية للشيخ عيسى بن صالح الحارثي رحمه الله، فتماثل الشيخ للعلاج. فالشيخ عيسى بن صالح حق أن يقال فيه عجزت النساء أن يلدن مثله رحمه الله تعالى وغفر له، وجمعنا به في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقول أمير البيان ابن شيخان مصورا بعضها: وأتى أمير الشرق والغرب الذي سكنت به الدنيا بجم فضائلي، عيسى الأمير العادل الغوث الذي كشف الخطوب بعزمه المتواصل، كهف البرية مظهر الإسلام نصاب الأئمة في الصلاح الشامل، لولاه ما قامت بنزوى دولة بعد الخروصي الشهيد العادل. ترك الشيخ عيسى وراءه عددا من المؤلفات القيمة، منها رسالته الشهيرة الموسومة بالرد العزيز على أحكام الدريز، ورسالة في منع الإسقاط بالجوائح، وله مجلد ضخم يحوي أجوبة مسائل في مختلف الفنون. الشيخ العلامة عيسى بن صالح بن علي الحارثي رحمه الله من الشخصيات العلمية البارزة في سلطنة عمان، هذه الشخصية التي قدمت آثارا علمية وتركت بصمات حضارية ليس في عمان فقط وإنما في العالم الإسلامي كله.
شخصية الشيخ عيسى بن صالح رحمه الله قدمت أنموذجا للفقيه الموسوعي، الفقيه المدرك لأحوال عصره، الفقيه الذي يفهم متطلبات المستفتي فيقدم الفتوى بناء على دراسته لكل الجوانب المتعلقة بالفتوى. ترك الشيخ عيسى بن صالح الحارثي رحمه الله آثارا كثيرة جمعت في حياته، ومنها كتاب خلاصة الوسائل بترتيب المسائل. هذا الكتاب الموسوعي الكبير يقع الآن في مجلدين، وقام بجمعه في حياة الشيخ عيسى الشيخ حمد بن عبد الله السالمي. هذه الموسوعة الفقهية الكبيرة خلاصة الوسائل بترتيب المسائل يعد من أمهات كتب الفقه والموسوعي في عمان، وخاصة في مجال فروع الأحكام الشرعية. موسوعة خلاصة الوسائل بترتيب المسائل نهج فيها المؤلف الشيخ عيسى بن صالح رحمه الله تعالى نهج العلماء المحققين الموسوعيين، فكان نهجه دائما العودة إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أقوال العلماء وتطبيق كل قواعد الأصول المعروفة في هذا الإطار. فهو يقدم أنموذجا لذلك الفقيه الموسوعي الذي يرجع إلى قواعد الفقه الشرعي حتى يستنبط منها رأيه الفقهي، هذا الرأي الذي أيضا يعتمد على الواقع وإدراكه لمتغيرات الزمان والمكان والأحوال ومراعاة المستفتين أيضا. وإذا كان الشيخ يعالج مسألة تتعلق بالمجتمع بأسره فإنه يراعي أيضا كافة ما يتعلق بالمجتمع من الأعراف المستقرة لدى المجتمع العماني. من خلال كتاب خلاصة الوسائل بترتيب المسائل للشيخ عيسى بن صالح الحارثي رحمه الله يمكن أن نستنبط جوانب من شخصيته الفذة. من هذه الجوانب المتعلقة بالناحية العلمية، فالشيخ عيسى بن صالح الحارثي رحمه الله يتناول المسائل الفقهية المعروضة عليه تناولا موسوعيا، فتجده بحرا في العلم، في علم الفقه وعلم العقائد وعلم التفسير وعلم الحديث، والناظر في كتابه يدرك هذه الموسوعية الشاملة في تناول الشيخ عيسى رحمه الله في مسائل الفقه. كذلك من خلال كتاب خلاصة الوسائل يظهر الشيخ عيسى وهو يحترم العلماء ويحترم شيوخه. من ذلك على سبيل المثال ما جاء في أحد أجوبته رحمه الله والتي تنم عن احترامه وتقديره للعلماء ومشايخه. كذلك نجد في أجوبته رحمه الله ذلك التوجيه، فكأنه لا يقدم فقط نفسه كفقيه عالم موسوعي، وإنما يقدم الشيخ عيسى أيضا ناحية التربية والتوجيه للمجتمع، فتجد يوجه السائل والمستفتي إلى جوانب تتعلق بالجوانب الروحية والأخلاقية والتمسك بما عليه متطلبات الدين والاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى. يلخص مؤلف كتاب الشيخ عيسى بن صالح الحارثي ودوره السياسي صفاته بالقول: المتأمل لسيرة الشيخ عيسى والمتفحص لمواقفه يجد أنه كان شديد الاقتداء بشيخه نور الدين السالمي متأثرا به وسائرا على نهجه. وتتضح مكانة الشيخ السالمي عنده من خلال أجوبته ومؤلفاته ومن خلال استرشاده بفتاويه وآرائه في كل شؤون الحياة، بل حتى في شؤون حياته البسيطة والعادية. كان تقيا شديد الورع، حريصا على اتباع السنة في كل صغيرة وكبيرة من حياته، حتى قال عنه الإمام محمد بن عبد الله الخليلي: كان الشيخ عيسى أشدنا حرصا على اتباع السنة. يصفه الشيبة محمد بن عبد الله السالمي في نهضة الأعيان بأنه كان يقول الحق لا يحترم الشريف أو العظيم إذا حاد عنه،
ويرد الباطل في وجه قائله، يغلط المفتي في حضرة سائله إذا أفتى بغير الصواب، وكان ذا هيبة عند الخاصة والعامة. وإضافة إلى مسؤولياته السياسية والقبلية، كان أيضا يباشر القضاء بين المتخاصمين بنفسه ويصدر فيهم الأحكام الشرعية، ويأتي إليه المتخاصمون من قبائل مختلفة من أنحاء الشرقية إلى مقر إقامته في حصن القابل للفصل بينهم، حتى لقب بالميزان لاستقامته وعدله. وحول علاقته بالسيد تيمور وعلاقة السيد به يقول: كان السيد تيمور بن فيصل شديد الإعجاب بشخصية الشيخ عيسى بن صالح، وقد تأثر بتوجهاته الفكرية والدينية، وهو ما انعكس على تصرفاته وأفكاره. كانت علاقة الشيخ عيسى والسيد تيمور متميزة وصادقة، استمرت حتى بعد اعتزال السيد تيمور للحكم ومغادرته إلى الهند، رغم الظروف السياسية التي مرت بها عمان في تلك الفترة التاريخية الحرجة، والتي برزت خلالها الصراعات السياسية والقبلية عام 1913 للميلاد. لقد حاول الشيخ عيسى توظيف هذه العلاقة للتوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين وتجنب المواجهة، لكن الأمر للأسف لم يتم. قام الشيخ عيسى بن صالح خلال مسيرة حياته بدور اجتماعي وإصلاحي مؤثر وفاعل على كافة الجوانب والأصعدة، وكان لشجاعته وعلمه ومكانته القبلية والاجتماعية بين الناس سبب في نجاحه في القيام بهذا الدور. ولخص الإمام الخليلي هذا الدور الفاعل في خطابه الذي وجهه له ليتوسط في حل مشكلة واقعة في بلدة من الشرقية في 9 من ذي القعدة 1354 للهجرة، حيث يقول: إن ثرت أنت في الشرقية بجد واجتهاد فقولك عن جيش وتستقيم الأمور، وإن تراخيت يتراخى بتراخيك خلق كثير. واعلم أيها الشيخ عيسى أنك مخاطب بما جعل الله فيك من الأهلية التي لم يجعلها في غيرك، فلذلك يكون الأمر عليك أعظم وتكون به ألزم. ويقول الشيخ علي بن عبد الله الخليلي في رسالة بعثها إلى أخيه الإمام الخليلي: كما تعلم أيها الإمام أن الشيخ عيسى هو ركن من أركان المسلمين لما يحمله من العلم ولما له من السوابق في خدمة المسلمين، ولذلك كان الشيخ عيسى بمنزلة الحاكم شبه المستقل في المنطقة الشرقية وفي مركزه بالقابل بشكل خاص، فهو يقترح على الإمام الخليلي تعيين القضاة في الشرقية والسياسات المالية والإدارية المناسبة، وكان أمره نافذا وكلمته مسموعة ونفوذه يتعدى المنطقة الشرقية إلى المناطق الأخرى التابعة للإمامة. لا يمكن أن تقوم قائمة لأركان دولة الإمامة إلا بقبيلة الحرث، لأنه كما تعلمون في أواخر الدولة العربية ظهرت جبهتين في عمان، اللي هما الغافرية والهناوية. هذه الجبهتين، مع العلم أنه الغافرية والهناوية ما ضمت القبائل الأباضية في عمان، بل الغريب أنه الهناوية فيها قبائل سنة وفيها قبائل أباضية والغافرية كذلك، فهذا دليل على عمق النسيج العماني. لكن استوقفني حقيقة الإمامة المتأخرة، الإمامة الأباضية المتأخرة التي بدت في الإمام عزان، الذي كان السند القوي اللي هو الشيخ صالح بن علي الحارثي، وهو يعتبر تميمة الحرث في ذلك في تلك الفترة، الذي وقف وسند الإمام عزان قيس، وبهذا كان هنا ركن أساسي الذي يستند عليه الإمام. وهناك أيضا الركن آخر اللي هم الغافرية. الغريب أنه الإمامة ما يمكن أن تقوم إلا
بهذه الجبهتين الغافرية والهناوية. من خلال حقيقة قراءاتي أجد أنه الجناح الحارثي أكثر ناس حرصا على المبدأ. في فترة الإمامة الأخرى بعد انتهاء إمامة عزام بن قيس هنا ظهرت إمامة أخرى بعيد عن الأسرة البوسعيدية اللي هو إمامة سالم بن راشد، وهذا الإمام لم تقم له قائمة إلا بمساندة العلماء اللي هما العلماء الأباضية ثم ركنين شديدين وقويين في تلك الفترة اللي هو زعيم الهناوية اللي هم الحرث بقيادة عيسى بن صالح، وكذلك أيضا الزعامة الغافرية التي كان يتزعمها الشيخ حمير وثم بعده ابن سليمان بن حمير. وهنا نشوف الكفتين، هذه الكفتين كان لها ثقل غير عادي. يعني في هذه الفترة حقيقة أنا أشوفها حقبة تاريخية مهمة، ودور هنا الحرس كقبيلة ودور غير عادي حقيقة. موقفهم كان صلب، انتمائهم للفكر الإمامي كان واضح جدا، ما حد استطاع حقيقة أنه يستميلهم. لماذا؟ لأنهم أكثر ناس يحملون المبدأ، وهنا قوة الشخصية حقيقة. وبالجملة فللشيخ عيسى تاريخ حافل وجليل، ومساعي محمودة وجميلة، وذكر حسن وجهد إصلاحي متواصل. يمكن إجمال أهم أدواره في الآتي: أولاً، وقوفه في وجه المداخلة الأجنبية بالواقعة المعروفة في التاريخ العماني بأم اللخم، والتي التف فيها العمانيون حول قيادته. ثانياً، توقيعه اتفاقية السيب الشهيرة، والتي أقرت بحرية عمان الداخل وتأمين أهلها في بلادهم، ووحدت صفوف القبائل والمشايخ. ثالثاً، قيام إمامتين على عهده، وما من شك أنه كان أحد أركان الإمامتين المذكورتين ومن القائمين على إعلاء شأنهما. وتتلخص أحداث الاتفاقية المشار إليها سابقا كما يعرضها كتاب قيام نظام الإمامة بعمان، في ثمرة تلك الاتصالات المتبادلة بين الوكيل السياسي البريطاني وبين قادة الإمامة والسلطان تيمور بن فيصل، حيث تم الاتفاق بعدها على عقد اجتماع بين هذه الأطراف في السيب بتاريخ سبتمبر 1919، وقد منح السلطان ذلك المسؤول البريطاني تفويضا مطلقا لمعالجة الوضع مع الإماميين. وقد مثل الإمامة في هذه المفاوضات الشيخ عيسى بن صالح الحارثي، أما السلطان العماني وحكومة الهند البريطانية فقد مثلها القنصل البريطاني في مسقط. وفي بداية المفاوضات اقترح القنصل أن يكون السلطان تيمور زعيما سياسيا دنيويا، وأن يكون الإمام الخروصي زعيما روحيا، وأن يمثل الشيخ عيسى بن صالح الحارثي السلطان في الداخل، وأن يصادق الإمام أو ممثله على تعيين القضاء، وأن يكون هناك مجلس من كبار أعيان عمان لمساعدة السلطان، وأن يتولى هذا المجلس الموافقة على تعيين الولاة، وأن يساعد في الرقابة على الأموال. كما طلب إعادة المزارع الخاصة بالسلطان والتي استولت عليها قوات الإمامة عند تقدمها نحو الساحل، إلا أن ممثل الإمامة أبدى تحفظا على بعض هذه المسائل، ثم قدم مطالب الإمامة والتي تتلخص في: أولا، سحب كل القيود المفروضة على التجارة والسفر. ثانيا، تحديد نسبة الزكاة على ألا تتجاوز 5%. ثالثا، إطلاق سراح السجناء. وقد وافق ممثل الإمامة على أن يظل الحال على ما هو عليه، فالسلطان يسيطر على المدن الساحلية والإمامة تسيطر على المناطق الداخلية، والتزم بعدم مهاجمة مناطق نفوذ السلطان إذا ما وافق على المطالب التي تقدم بها، وانفض هذا الاجتماع من أجل التشاور.
رفض الإمام الخروصي في جماد الآخرة عام 1338 للهجرة فبراير 1920 التصديق على بنود الاتفاقية، فانتهت بذلك تلك المفاوضات رسميا بالفشل. وحول الظروف الملابسة لمقتل الإمام سالم بن راشد الخروصي وما استتبع ذلك من إعادة للنظر في موضوع تجديد الاتفاقية بعد استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية في عمان الداخل، يقول: بعد انتهاء مفاوضات السيب وبينما كان زعماء الإمامة الإباضية يتشاورون حول عقد مفاوضات جديدة مع السلطان، تم اغتيال الإمام سالم بن راشد الخروصي في الرابع من شهر ذي القعدة سنة 1338 للهجرة، 21 من يوليو سنة 1920 على يد رجل بدوي، ولم تعرف دوافع هذا الاغتيال، إلا أن بعض المصادر تؤكد أن الخروصي كان قد سجن هذا الرجل في يوم ما، بينما تعزو المصادر البريطانية سبب القتل إلى تشدد الخروصي في جبي الزكاة وموقفه من إعادة الممتلكات. ولم يلبث زعماء الإمامة الإباضية في عمان أن انتخبوا واحدا منهم إماما جديدا، فاختاروا الشيخ محمد بن عبد الله الخليلي، وقد كتب الشيخ عيسى الحارثي خطابا في ذلك إلى وينجيت الوكيل السياسي والقنصل البريطاني في مسقط الذي خلف هاروث في منصبه، وطلب منه استئناف المفاوضات بين الجانبين بعد استقرار الأوضاع، فكان مما كتب: نفيد جنابكم أنه وبعد اغتيال الإمام اجتمع رؤساء القبائل والصالحين من الناس والعلماء لانتخاب إمام جديد، وعندما شاهدوا الابتعاد عما أمر الله به والتشتت قدموا الرجل العلامة محمد بن عبد الله الخليلي إماما، ورجو من الله كل العون. جرى حديث من جانبك بخصوص التسوية ولكن لم يتم الاتفاق عليها، يجب إعادة فتحها بعد قضاء الأعمال إن شاء الله. وبهذا يتبين أن ممثل الإمامة قد اتفق مع القنصل البريطاني على العودة من جديد لطاولة المفاوضات بغية الوصول إلى تسوية، إلا أنه طلب من المسؤول البريطاني بعض الوقت حتى تستقر الأوضاع في مناطق نفوذ الإمامة، وذلك بعد أن تم انتخاب الإمام الجديد، وهذا يؤكد حرص زعماء الإمامة على الوصول إلى اتفاق نهائي. ما أن اتفق وينجيت مع الإمامة على العودة إلى طاولة المفاوضات حتى قام بزيارة عاجلة إلى الهند، حصل على تفويض مطلق من السلطان للوصول إلى اتفاق مع الإمامة، وفي العاشر من محرم عام 1339 للهجرة، 24 من سبتمبر، التقى الطرفان في السيب، وكان وفد الإمامة مؤلفا من 20 عالما وشيخ قبيلة يترأسهم في هذه المفاوضات الشيخ عيسى الحارثي، أما حكومة الهند البريطانية والسلطان العماني فيمثلها في هذه المفاوضات وينجيت وعدد من المستشارين البريطانيين. تم في بداية المفاوضات التأكد من أن الشيخ عيسى الحارثي مفوض تفويضا كاملا للوصول إلى اتفاق مع السلطان. بدأت المفاوضات على هيئة عدة جلسات، تقدم ممثل الإمامة في بادئ الأمر باثني عشر مطلبا يجب أن يوافق عليها السلطان، إلا أن المسؤول البريطاني رفض معظم هذه المطالب، وعرض وينجيت مطالب السلطان، وبعد يومين من المفاوضات الشاقة تم التوصل إلى ما عرف باتفاقية السيب بين الإمامة نيابة عن الشعب العماني وبين وينجيت نيابة عن السلطان العماني، وذلك في 11 من محرم 1339 للهجرة، 25 من سبتمبر 1920 للميلاد. تعد اتفاقية السيب من الاتفاقيات الحديثة في عمان، وهي في العام 1920. المميز في النظم السياسية والقانونية أن اتفاقية السيب من حيث بنودها وإن كان على قلتها، وإنما كانت ترسخ
مفهوم وجود دولتين. هذا الترسيخ أن هذه الاتفاقية اعترفت بدولة الإمامة، وعندما نحن نقول هذا الخطاب أنه وجود دولتين تتفاوضان وتعقدان مثل هذه الاتفاقيات، فإننا نحللها وفق النظم السياسية من حيث الإقليم والشعب والسلطة، وهذا ما تمحورت فيه اتفاقية السيب، وهي فعلا حددت حدود دولة الإمامة وبينت حدود دولة السلطان أيضا من خلال هذه الاتفاقية وشعب كل من الدولتين، وهذا ما بينته هذه الاتفاقية. ملامح هذه الاتفاقية نستطيع أن نقول أنها اتفاقية انبثقت منها العديد من الاتفاقيات من ذات النصوص، أبرز ذلك ما اصطلحوا عليه في الاتفاقية تسليم المطلوبين، وهو ما نعرفه اليوم في القانون الدولي، هي اتفاقيات تسليم المجرمين التي تعقد بين أغلب دول العالم. أيضا نستطيع أن نقول أن البند المتعلق بالعلاقات الجمركية هي من ضمن الاتفاقيات الاقتصادية التي حددت نسبة دخول البضائع أو الحركة التجارية. أيضا هذه الاتفاقية عندما تولد اتفاقيات أخرى وهي اتفاقية التعاون القضائي، نستطيع أن نصفها اليوم بهذا المصطلح، حيث ورد في هذا البند أن القضايا التجارية يجب أن تخضع لنظام القضاء وهو أساسه الدين الإسلامي الحنيف. أيضا ما يبين أن هذه الاتفاقية استمرت إلى جزء في التطبيق والالتزام من كلتا الدولتين أنه في طرف خارجي وهو المملكة المتحدة عبر ممثلينها، الذي استمر التفاوض من العام 1915 ووقف بسبب الحرب العالمية الأولى، وتدخلت المملكة المتحدة مرة أخرى واستأنفت هذا الأمر حتى وصلوا إلى هذه الاتفاقية في العام 1920. ملامح انحسار هذه الاتفاقية التي نصفها نحن بالاتفاقية الدولية بعد اكتشاف النفط، وهو التدخل في ولاية عبري تحديدا، والتي تعتبر آنذاك حسب اتفاقية السيب من ضمن مناطق دولة الإمامة، وهنا انحسر تطبيق هذه الاتفاقية. ما يبين أن هذه الاتفاقية كانت تخضع للنظام الدولي والنظم السياسية والقانونية أن كلا الدولتين كان لها ممثل. عندما ننظر على دولة الإمامة كان ممثلها الشيخ الوالد عيسى بن صالح حسب ما أشارت عليه الاتفاقية، وأيضا الممثل البريطاني كان عن دولة السلطان آنذاك. الجدير بالذكر في هذا الجانب أن البريطانيين كانوا يقومون بدورين، الدور الأول هو دور الوكلاء وهم وكلاء السلطان حسب التفويض الذي طلبه كان ممثل الإمامة، وأيضا يمثلون دور الوسطاء الدوليين. وعندما نستشف نحن أنهم وسطاء، نحن نعود إلى العام 1915 عبر الرسائل المتبادلة بين القنصل وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وتلك الخطابات المنتهية، فبالتالي يبرز دور البريطانيين دورين، هم وكلاء وفي ذات الوقت وسطاء دوليين في هذه الاتفاقية. وقد تضمنت هذه الاتفاقية 8 بنود، 4 منها التزمت بتنفيذها الإمامة الإباضية باسم الشعب العماني، والأربعة الأخرى التزم بها وينجت نيابة عن السلطان. وقع على الاتفاقية الشيخ عيسى الحارثي ثم الشيوخ 14 الآخرون، ثم وقع عليها الإمام الخليلي في 14 من محرم 1339 للهجرة، 28 من سبتمبر 1920 للميلاد، ثم أرسلت إلى السلطان تيمور الذي كان لا يزال في الهند فوقع على نسخة منها. خلقت اتفاقية السيب حالة من الاستقرار والوئام بين الطرفين في ذلك الوقت، وكانت مبعث أمل بغد مشرق تتغلب فيه الوحدة على الفرقة والشتات. استطاع الشيخ عيسى بحكمته وذكائه وسعة أفقه وصبره أن يحقق ما لم يتحقق سنوات طويلة، وأن يقنع الجميع بسلامة ما توصل إليه من اتفاق بقي وثيقة مهمة جدا لسنوات.
وصف تقرير قسم البحوث بدائرة العلاقات في الشركة العربية الأمريكية للزيت أرامكو سنة 1952 للميلاد الشيخ عيسى بالقول: دامت سيطرته أكثر من 50 عاما، وهي فترة أطول من فترة قيادة والده. لقد كان من المهندسين الرئيسيين لإقامة الإمامة الجديدة في الداخلية، وأحد القادة الكبار الذين قادوا الهجوم المفاجئ والعنيف على مسقط عام 1915 للميلاد، والذين أرسلوا الحملات إلى البريمي عام 1925. قام عيسى بن صالح بزيارة مسقط عام 1938، وقام له السلطان مأدبة عظيمة على شرفه، حضرها دكتور بول هارسون المبعوث الطبي الأمريكي. وفي عام 1939 للميلاد قام دكتور هاريسون وزوجته بزيارة الشيخ عيسى في منزله، وشاهد بأم عينيه دلائل عدله وإنصافه وفعالية قيادته وإدارته للمنطقة الشرقية. ولم يتردد الدكتور هاريسون في وصفه بأنه أعظم أمير شهدته كل مناطق عمان وقبائلها المختلفة في ذلك الزمان ومنذ عهود طويلة إلى الوراء، ووصفه بأنه الآن رجل ناضج ممشوق القوام نحيل الجسم ذو أنف ضخم وطلعة مثل النسر فيها شموخ وإباء، يتحدث بهدوء لكن بعزم وتصميم أكيدين. وقد سنحت للدكتور هاريسون خلال هذه الزيارة قياس شعبية عيسى بين العرب، وكانت مناسبة ملائمة لتسجيل وملاحظة الفروقات التي تميز الإباضية عن غيرهم. كان مجلس استقباله يعج بالزوار العرب الذين قدموا من كل مكان مستعينين بكرمه وفضله لحل خلافاتهم. في مجلسه بالقابل وكعادته الصباحية يطلب ابنه صالحا ليكتب رؤيا رآها. الرسول الأعظم عليه السلام يعطيه قصاصة في مجلس ضم كلا من أبي بكر الصديق وعمر الفاروق، ثم يأمر الجميع بقراءة تلك القصاصة فيقرؤون بصوت واحد: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ينتبه الشيخ من نومه بعد هذه الرؤيا مرددا الآية الكريمة، ثم يأمر ولده بالكتابة تحت الرؤيا التي قصها عليه عبارة: وأظن أن الأجل قد اقترب. ينتقل إلى الظاهر قريبا من بلده فيشتد عليه المرض ليعود على أعناق الرجال، ما إن يصل القابل حتى يسلم روحه الطاهرة إلى بارئها راضية مرضية، يشيعها طيب الذكر وجليل العمل وعظيم المجد والفخار.